أذهب عبر الهاتف ينضم إلي من العاصمة الإسبانية مدريد الدكتور ماجد ديبسي الكاتب والباحث السياسي. دكتور ماجد أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل ما زال الأمر ليس بالجد الخطير كما تتعامل معه السلطات في إسبانيا، أم أن وفقا للمعطيات الأولية ومع تكرار موجة هذه الطرود على اختلاف ما تحتويه ربما نكون أمام تطور خطير له علاقة بما يدور في الساحة الأوكرانية؟ أولا مساء الخير وشكرا لكم على الاتصال. واضح تماما أنه يعني في مكان هذه محاولة يعني مفضوحة من أجل يعني لفت الانتباه لاتجاه مجموعة أهداف، على اعتبار أن المتفجرات الخمس السابقة أو الست السابقة التي أرسلت إلى الحكومة الإسبانية إلى رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وسفارة الأمريكية والأوكرانية وأحد المراكز الأسلحة في مدينة طرقسطة، ونحكت الآن بثلاث متفجرات يبدو أنها جميعها من بدائية الصنع ولا يعني وليس لها أي تأثير آخر. واضح تماما أن موضوع أوكرانيا ونزعات الميول الرأي العام الإسباني اتجاه ما يجري في أوكرانيا يعني محل، وخاصة يعني على ضوء ما يجري الآن من ألعاب كرة القدم، يعني بالتالي فيش هناك اهتمام كثير فيما يجري. يبدو أن الجهة التي تقوم بإرسال هذه الطرود هي في محاولة لفت الأنظار وحرق الرأي العام الإسباني باتجاه سيطرة روسيا على وجه التحديد. هناك بعض الصحف السفراء تحاول أن تشير وأن تلقي اللوم دائما على روسيا، ولكن التحقيقات التي تقوم بها القوات الأمنية الإسبانية يعني لم تعل هذا الجانب من الاتهام أي شيء، ولكنها أيضا في نفس الوقت هي قلقة لما يجري على اعتبار أن الشؤون الداخلية الأمنية تغنى بها كل الدول وعلى رأسها يعني إسبانيا التي أيضا عانت في إرسال مثل هذه المتفجرات التي كانت ترسل لأماكن أخرى. من هنا يعني أعتقد أن هذه المتفجرات ليس لها أي مردود خطير على مستوى الأمن الداخلي الإسباني. طيب ما دامت روسيا ليست هي المتهم أو المستفيد الوحيد، هل الأمر علاقة ما بمسألة الوضع السياسي والوضع الأمني داخل إسبانيا، الجماعات اليمينية المتطرفة، جماعة إيتا الانفصالية، خاصة وأن معظم الطرود كما صرحت الشرطة الإسبانية مرسلة من داخل مدن وربما منهم ستة وحدهم من مدينة بني وليد، وأيضا على الجانب الآخر تبدو من هذه الطرود أنها ليست لجماعة مبتدئة وإنما ربما لديها خبرة في تحضير مثل هذه الطرود. يعني أن ترسل من مدينة كمدينة بلد الوليد معروفة عنها بأن الانتماء اليميني المتطرف يعني بوكس على وجه التحديد، هي دليل واضح على أن القائمون على ذلك ليسوا أبرياء وإنما هم على اطلاع أو لهم علاقات ما في أجهزة المخابرات. أجهزة المخابرات لا أستطيع أن أتهم جهاز مخابرات بعينه، ولكن على ما يبدو أنها جزء من هذا يعني هذه المحاولة اليائسة لسيطرة جانب من الجوانب المتعلقة بالحرب الأوكرانية. هذا واضح، جانب أول. جانب ثاني لها علاقة في الوضع الرأي العام الإسباني حيال الانتخابات، لأنه الآن إسبانيا مقدمة على انتخابات بلدية وغيرها، وبالتالي اليمين المتطرف يحاول من خلال ذلك أن يعني يزرع الشك باتجاه اولئك الذين يتظاهرون دفاعا عن مطالب محققه كقطاع الصحه وقطاع التعليم الى اخره. في مثل هذه الحالات يمكن ان يحاولوا من خلال هذه التفجيرات التي لم تلحق اي ضرر مادي او شخصي حتى يعني الراي العام ينقلب على يعني مؤيدي القوى التي تحكم البلاد الحزب الاشتراكي وحلفائه نستطيع. ربما هذا هو أحد الجوانب الخفية التي يمكن أن تكشف هذا سر ما يجري من إرسال الطرود. ليست عملية صدفة واضح تماما، ولكنها محاولات ربما أنا من وجهة نظري الشخصية يائسة لم تستطيع النيل من الرأي العام الإسباني الذي بدأ يبدو يعني
غضبا من التراجع والأزمات السياسية والاجتماعية التي تعصف في البلاد كاللاقي دول أوروبا. شكرا لك، كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد دكتور ماجد دبسي الكاتب والباحث السياسي.